هاكم شتو خابتنا بعينيكم وتأكدوا بالخابة اللي كنا تما في قلب الحدث، وكاين عدد من الضحايا كاين 5 موتى لحد الآن، كاين عدد من الضحايا 10 من الضحايا، وإن شاء الله تكون فيها خير وعلى خير، والله يرحم اللي ماتوا، والله يصبر داويهم ويعطيهم الصبر والسلوان، وربي يرزقهم الجنة إن شاء الله، واللي نجرحوا كلش ربي إن شاء الله يقدرهم وخلاص. هذا ما كان واش حبيت نقوله، ما دام ما نقدر نقوله فوق هذا الشيء سي بون.